يا شباب المهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل كلامنا في الستيفنس ميثود وشغالين في الدايركت ميثود. طبعا عارفين ان في طريقتين، طريقة الدايركت والاندايركت، والنهاردة معانا هنتكلم باذن الله على البلين تراس، ومعانا اكزامبل رقم. نشوف مع بعض شغل الستيفنس. وطبعا زي ما تعودنا في الفيديوهات السابقة ان احنا بنحاول نستعرض الستيفنس الخاصة بالبيم والفريم والترس عشان الناس تفضل فاكراهم. دي هنا الستيفنس ماتريكس فور بيم، وادي البيم اللي فيها، ادي الترس ممبر الشغل بتاعنا النهاردة. ولان ده شغلنا النهاردة فعايزين كده ندرس مع بعض شوية كده، نشوف ايه قصة اي في اي على ال ديت اتحسبت منين، وليه ديت هي دي الستيفنس بتاعة التراس، وايه قصة سي اكس وسي واي. طيب مبدئيا سي اكس دي معناها كوزاين سيتا، سي واي معناها ساين سيتا. طيب نفتكر مع بعض يا شباب، ساعدتك في الماتيريال خدت مودوس اوف الاستيستي اللي هو بيساوي الاستريس على الاسترين. الاسترس تعرف كويس قوي ان هو عبارة عن فورس على اريا، الاسترين هي عبارة عن دلتا ال على ال. طب تعالوا كده نعوض بالاسترس بالقيمة بتاعتها والاسترين بالقيمة بتاعته. هنلاقي ان الاي المودوس اوف الاستيستي هيساوي الاسترس على الاسترين. هنا هنشيل الاسترس ونحط اف على ايه، نشيل الاسترين ونحط دلتا ال على ال، يطلع لنا اف في ال على دلتا ال في الاي. ببدأ ان انا ابسط القانون شوية، هلاقي ان اي في دلتا ال اي ايكوال اف تايم ال، ومن هنا نبدأ نطلع ان الاي في الاي على ال مضروبة في دلتا ال ايكوال الاف. وده كده بيفكرنا يا شباب بالقانون الرئيسي بتاعنا بتاع الاستيفنس اللي هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الاس في اللي هي الاستيفنس في الدي اللي هي الديسبليسمنت بيساوي الايه اللي هو الاكشن او ان هو الحمل اللي عندي. ادي الايه اللي هي مقابلها للاف الفورس اللي عندي، والديسبليسمنت اللي هو دلتا ال، وادي كده الاستيفنس اللي هي اي في اي على ال. بعد كده نشوف كده مع بعض مصفوفة الفريم عشان برضه الشباب يفضلوا فاكرينها اهيت. ونشوف بقى كده دلوقتي بإذن الله الإكزامبل اللي معانا. بيقول لي for the plane truss shown in the blue figure construct the stiffness matrix the load vector then solve to find the values of free displacements. بعد كده عايز الرياكشنز، عايز الممبر فورسز، يعني هو عايزني أحلله التراس بالكامل، احسب الديسبليسمنت كام واحسب الرياكشنز واحسب النورمال فورس. طيب وبيقول لي خد الاريا للهوريزونتال اند فيرتيكال ممبرز ايكوال 60 وانكلاين ممبر 60 جذر 2 والاي ب 2100. طب ادي الشكل اهو مديهوني اهوت. هنا في سبورت رولر ولكن الحركه المسموح بيها في الدايركشن الراسي، هنا في سبورت ثاني رولر والحركه اللي مسموح بيها فين في الدايركشن الافق، وبعد كده ده هنا هنج وده هنا هنج. طيب لو خدت بالك كده معايا هنا التراس بنبدا نعرف الجوينت بتاعته، ادي جوينت واحد جوينت اتنين جوينت تلاته جوينت اربعه، وبعد كده نبدا نعرف الممبرز، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. الاحمال اللي عندي هنا 20 طن وهنا 20 طن، وادي الابعاد 6 و6. كلام كويس قوي. طب عشان بقى نبدا نحل الترس هنعمل ايه؟ شوف كده مع بعض. الاول عايزين نعرف انا عندي كام degrees of freedom، في عندي كام درجات للحريه. هتلاحظ ان هنا في ادي حركه وهنا في حركه، زي ما هو كده كتب لك هنا بيقول لك the system has 2 degrees of freedom. The vertical displacement at joint 2 and horizontal displacement at joint 3. طيب
هنا هبدأ ان انا امسكهم، ادي الماسكة بتاعت ديت وادي الماسكة التانية بتاعت ديت، ونقول ده restraint system لو انا عايز اقفل السيستم بتاعي. طيب تعالوا بقى كده نبدأ نشوف الحركات بتاعتنا نسميها ازاي ونحطها ازاي. انا هبدأ من النقطة ديت اهيت، طبعا نقطة واحد دي مفيش فيها اي حركة، مش هسمي عندها شيء دلوقتي. ببدأ بالحركات الفري، نقطة اتنين هروح لها هلاقي ان الافقي مقفول والرأس فيه حركة، هسميها دي واحد اهيت. بعد كده هروح لنقطة تلاتة هلاقي ان الافقي فيه سماحية بالحركة، ادي ايه دي اتنين. خلصت اشوف تاني بعد خلصت دي واحد ودي اتنين، اروح راجع بقى لاول نقطة. يبقى كده خلصت مين؟ الفري ديسبليسمنت. الفري ديسبليسمنت لو كان عندي دي واحد ودي اتنين، بعد كده ارجع تاني لنقطة واحد اللي هي جوينت وان اهيت. هبدأ اسمي بقى الافقي الاول وبعد كده الرأسي، الافقي تلاتة الرأسي اربعة. طب هطلع لنقطة اتنين، نقطة اتنين انا كنت مسمي الرأسي، طب اذا الافقي هو اللي هيتسمى، هيتسمى كام؟ فايف اهي. وبعد كده اروح لمين؟ لنقطة تلاتة، انا كنت مسمي الافقي باتنين، هسمي مين؟ الرأسي، يبقى مين؟ ستة. وبعد كده اروح لمين؟ لاخر نقطة عندي، نقطة رقم اربعة، الافقي الاول وبعد كده مين؟ الرأس. الافقي مين؟ دي سبعة والرأسي دي تمانية. يبقى كده عندي دي واحد واتنين دول فري، اما الباقيين كلهم الحركات بتاعتهم بالصفار. وهنا انا عامل لك على اليمين عشان تبقى الصورة قدام منك اهيت، دي المسألة اللي في الاول خالص بالترقيم بتاع الجوينت والممبر، وهنا الديسبليسمنت اللي عندي، وهنا المصفوفة اللي هشتغل عليها. طيب عايزين بقى كده نحسب، طب انا المصفوفة عندي فيها ايه في ايه على ال؟ خلاص تعالى نحسبها. هو كان قايل لي ان الاريا بكام؟ ب60 لمين؟ الهوريزونتال والفيرتيكال. يبقى لي 60 في 2100 على 6، 6 ده اللي هو كان الطول، 2100 ده اللي هو كان الموزف اوف الاستيستي. هحسبها تطلع 21000 طن على المتر. طيب يا ترى بالنسبة للممبرز المايل هيبقى عبارة عن 60 جذر 2 في 2100 على 6 جذر 2. طب ليه ده 6 جذر 2؟ طبعا من فيثاغورس، ادي هنا 6 وهنا 6، اقدر اطلع قيمة الضلع المايل، يديني برضو 21000 طن على المتر. ماشي، نبدأ بقى كده نكون المصفوفة اللي هي ديت بس لكل ممبر. انا عندي كام ممبر؟ 6 ممبر، اذا مطلوب مني ان انا اكتب 6 مصفوفات. طب هبدأ بمين؟ ممبر 2. فين ممبر 2 دوت؟ ممبر 2 اهو، ممبر 2 دوت رابط ما بين مين؟ ما بين نقطة واحد وتلاتة. كلام كويس اوي. طب انا ليه هنا حطيت ممبر 3 زيه؟ ما انت لو خدت بالك ممبر 3 دوت برضو نفس القصة، نفس الطول، نفس الاستيفنس، نفس كل شيء، بنفس الزاوية، بالتالي اقدر ان انا اتكلم عليهم هما الاتنين مع بعض. يبقى ادي ممبر 2 اهوت من 1 ل 3، اما ممبر 3 من 2 الى 4. السيتا عندي بكام؟ السيتا بصفر. يبقى سي اكس اللي هي كوزاين سيتا بواحد، سي واي اللي هي ساين سيتا بصفر. ادي المصفوفة اهيت، المصفوفة دي عبارة عن تعويض للشغل بتاعنا في المصفوفة الكبيرة دي. طبعا هنا سي اكس تربيع، احنا قايلين واحد واحد تربيع بواحد، واحد في 21000 بكام؟ بواحد وعشرين الف. طب كلام كويس، ماشي اهيت. بعد كده سي اكس في سي واي، طبعا جابت لي صفار، الصفار هنا اهيت، وهكذا اقعد اعوض لحد ما تتاكد من المصفوفة ديت. ماشي، بعد كده المصفوفة التانية. طب ايه الاختلاف ما بين المصفوفتين؟ تعال بقى شوف معايا كده، هنا مين؟ دي تلاتة، دي تلاتة دي بتاعت مين؟ هنا انا قايل ان الممبر بتاعي رابط ما بين جوينت واحد وجوينت تلاتة. طب ادي جوينت واحد اهويت عندها دي تلاتة ودي اربعة، يبقى اكتب في الاول كام؟ تلاتة واربعة، وهنا تلاتة واربعة. طيب جوينت اتنين الافق بتاعها كام؟
اتنين والرأسي ستة، يبقى ادي اتنين وادي ستة، ادي اتنين وادي ستة كده تمام. طيب منبر رقم تلاتة رابط ما بين مين؟ خمسة الأفقي اهيت، وبعد كده الرأسي واحد، الأفقي سبعة، الرأسي كام؟ تمانية. ادي خمسة واحد سبعة تمانية، خمسة واحد سبعة تمانية في الرأس كده تمام. كده خلصت الحمد لله أول مصفوفتين اللي هما بتوع منبر اتنين ومنبر تلاتة. شوف اللي بعده، هنلاقي اللي بعدهم مين؟ منبر واحد ومنبر أربعة، برضو في تشابه ما بينهم، الاتنين رأسيين، الاتنين نفس الزاوية، نفس الطول، نفس الاستيفنس. أدي سيتا بيساوي كام؟ بيساوي تسعين، سي إكس اللي هي كوزاين سيتا، سي واي اللي هي ساين سيتا. أعوض، طبعا سهل أوي إن أنت تعوض في المصفوفة ديت، مفيهاش أي مشكلة خالص. ادي تلاتة اربعة اللي هي الافقي بتاعي، وبعد كده الرأسي، وبعد كده في خمسة وواحد الافقي اهوت، وادي الرأسي اهوت. الصفة التانية نفس القصة بس مع الاختلاف، اتنين ستة سبعة تمانية، ادي اتنين ستة سبعة تمانية، وهنا اتنين ستة سبعة تمانية. طب كلام كويس. طبعا ممكن واحد من الشباب كده يقول لي طب ما انا ممكن اخليها نفس المصفوفة واكتب هنا جنب منها كده اتنين وستة وسبعة وتمانية، ما عنديش اي مشكلة خالص، بس المهم ان انت تكون مركز في الشغل بتاعك، فاللي يحب يعملها كده ما عنديش اي مشكلة. طيب خلصنا كده اربع مصفوفات، فاضل ايه؟ فاضل التو ممبرز المايلين اللي هم خمسة وستة. طيب هنا بقى خمسة لقيتني كتبتها لوحدها بس مكتبتش ستة معاها، ليه؟ ممبر خمسة ده فروم جوينت تو تو جوينت ثري، فين جوينت تو؟ اهي. فين جوينت ثري؟ اهي. طيب يا ترى الزاوية بتاعته تبقى كام؟ هنا بقى السؤال، بص كده معايا زاويته ايه ده؟ 315. طب ليه؟ بتتحسب ازاي؟ بقى نقول لسعادتك المنبر اهوت المايل دوت، انا زاويتي بتتحسب كده، اذا هلف معايا كده 90 180 270 ومعاها 45 تديني كام؟ 315. ادي السي اكس اهيت، ادي مين؟ السي واي، واعوض واحط المصفوفه بتاعتي. ادي خمسة واحد اتنين ستة اللي هي الافقي رأسي افقي رأسي. طب بعد كده منبر ستة ده من جوينت واحد لجوينت فور، زاويته بقى هنا كام؟ 45. طب ليه بقى 45؟ انا بادئ من هنا، ادي جوينت واحد وادي جوينت فور، الزاوية بتاعتي هنا كام؟ 45 اهي، يبقى ادي سي اكس وادي سي واي، وادي المصفوفة اهيت كالعادة بقى. خلاص اتعلمنا تلاتة اربعة سبعة تمانية، تلاتة اربعة سبعة تمانية. طيب يا ترى بعد ما حطينا الحمد لله مصفوفة كل منبر، ايه المطلوب بقى دلوقتي؟ المطلوب بقى من دلوقتي ان انت تعمل الاوفرول ستيفنس ماتريكس. اكس الاوفرول دي بقى دي المصفوفة الكاملة بتاعة التراس، تطلق كل المصفوفات اللي احنا طلعناها، ادي ست مصفوفات اهمت، وعايزين بقى نبدأ نكون المصفوفة الكبيرة بتاعتنا. طيب المصفوفة الكبيرة طبعا واحد هيجي يقول لي ده المصفوفة دي كده تطلع 8 صفوف في 8 اعمدة، كلامك حلو، بس السؤال ايه اللي انا عايزه منها؟ عشان كده بكتب لك هنا necessary equations، اللي انا عايزه منها بس هم عمودين اتنين فقط، عمود واحد وعمود اتنين فقط. نبص كده مع بعض، ادي العمود الاولاني وادي العمود التاني. ليه العمود الاولاني والتاني؟ دول اللي كان فيهم الحركات free displacement بس، اما الباقيين ما يهمونيش. طب انما في السطور يهموني كلهم، وهنعرف ليه.
طب تعالوا كده نشوف ال 21000 دي اتحسبت منين. تعالى كده معايا، ادي واحد مع واحد اهي 21000. وبعد كده نمشي كده اس ام 2 مفيش، اس ام 3 هلاقي واحد مع واحد هنا بايه؟ بصفر اهي، اتحطت لك صفر. وبعد كده هل في سي ام 4؟ لا ما فيهاش واحد. طب سي ام 5؟ فيها اهي 10500 حطيناها لك اهي. طيب بعد كده واحد افقي مع اتنين رأس، نمشي واحد افقي مع اتنين رأس، نبص كده واحد افقي مع اتنين رأسي لحد دلوقتي احنا مش لاقيينه. نلاقيه فين؟ نلاقيه هنا، ادي واحد افقي مع اتنين رأسي 10500 اهي. كده خلصنا اول صف. طب الصف التاني، اتنين افقي مع واحد رأسي، فين؟ ادي اتنين افقي اهي مع واحد رأسي اهو، القيمة اهي 10500. طيب بعد كده اتنين مع اتنين، نبص كده عليها مع بعض، هنلاقي هنا اتنين مع اتنين 21000، وبعد كده اتنين مع اتنين هنا بصفار، وبعد كده اتنين مع اتنين هنا بكام؟ 10500 اهي. وساعدتك بقى تكمل الارقام دي وتتأكد منها وان شاء الله تطلع مظبوطة. طيب عايزين ان احنا نختصر، نعمل سميشن للارقام ديت. ادي السميشن اهوت، حسبناه طلعنا الارقام بتاعتنا. بنقول ان المعادلة بتاعتنا المشهورة قوي ان الاس تايم دي ايكوال الاي. طيب الاس اللي هي الاستيفنس ادينا طلعناها اهي الحمد لله. الديسبليسمنت انا عندي دي واحد ودي اتنين، انا معرفش قيمهم. وادي هنا الرياكشنز، انا عندي سوري الاحمال، انا عندي 20 ناقص 20 ناقص 20 عشان في ضد الدايركشنز اللي انا فارضها. وبعد كده بقيه النقاط معلهاش احمال، وطبيعه الحال هنا الرياكشنز هتبقى بالعكس، ان هنا في اصفار مفيش رياكشنز عند الحمل، وهنا في رياكشنز اهي. طيب تعالوا بقى كده نحل المعادلة نشوفهم كده ازاي. ادي 21500 تايم دي 1 زائد 10500 تايم دي 2 يساوي الناقص 20. ده كده ايكوال 1. بعد كده عندي 10500 دي 1، 21500 دي 2 ماي يساوي ماينس 20. كده اكويشن رقم 2. ساعتك هتحلهم مع بعض يطلع لك ان دي 1 تساوي دي 2 تساوي سالب 0.00048 متر. كده احنا الحمد لله احنا عرفنا قيم الديسبليسمنت، وده كده كان اول مطلوب مننا ان هو عايز يعرف دي 1 ودي 2 قيمتهم بكام، طلعناها. طب تاني نقطة كان عايز مين؟ كان عايز الرياكشن اللي هي مين؟ من ER 3 إلى حد ER 8. طب دول يطلعوا ازاي؟ تعالى كده مع بعض. ER 3 هنا دول بقى خلاص أصبح معروفين، دي 1 ودي 2. هكمل بقى، هضرب صفر في دي 1 وناقص 21000 في دي 2 وأجمع عليهم الصفر ملوش لازمة. أيوة، أو يساوي صفر ملوش لازمة زائد ER 3 أهي. نفس القصة هعملها مع ER 4، نفس القصة مع ER 5، مع ER 6، مع ER 7، مع ER 8. القيم بتاعتنا ديت، يبقى أنا كده الحمد لله حسبت مين؟ الرياكشنز. وده كده. طيب إيه تالت مطلوب؟ تالت مطلوب النورمال فورس. وظن بقى كده احنا مش عايزين اي شيء من الاستيفنس. خلاص بقى كده سعادتك بمنتهى البساطة هتبدأ تقول انا هنا هعمل اتزان جوينت وابدأ ان انا احل الشغل بتاعي. طيب لو فرض ان مثلا نقطة زي ديت كده قلت لي طب انا هعمل اتزان جوينت ازاي؟
يعني هنا عندي ممبر معرفوش، ممبر معرفوش، ممبر معرفوش، 3 ممبر. وانا عندي في اتزان الجوين سميشن اف اكس بيساوي صفر، سميشن اف واي بيساوي صفر، ده اتعلمناه في التراس من زمان. طب هنا بقى ازاي اطلع قيمة العشرة ديت؟ سؤال كويس قوي. بنقول لسعادتك بمنتهى البساطة هترجع لمصفوفة الممبر ذات نفسه، اي ممبر من دول ارجع للمصفوفة بتاعته اللي هي كانت عبارة عن 4 في 4، وليكن مثلا المصفوفة بتاعة الممبر الرأسي دوت اللي هي طبعا لو نفتكر كده كان هنا في جوينت 1، جوينت 2، جوينت 3، جوينت 4. ونبدأ نقول إن الممبر بتاعي من جوينت 1 لجوينت 2 أنا كان عندي القيم دي كلها اللي هي الأربع قيم 4 في 4، ودي عندك. طيب كان الديهات إيه يا شباب؟ هنا ما كانش فيه أي دي خالص، يعني دي كانت نقطة مقفولة، كل اللي هتلاقيه عندك دي بس بالحركة اللي هي يمين دي 1، إذن هينضرب في دي 1. وأبدأ أطلع مين القيم اللي فيه، هطلع القيم اللي فيه أقدر ساعتها إن أنا أطلع قيمة العشرة طن ديت، ومن ثم أقدر أحل بقية الممبرز اللي عندي. يبقى كده الحمد لله وصلنا لنهاية التراس. طبعا أول نقطة طبعا هي هتشك ان الديفليكشن عندي طلع بالسالب. طب ليه بالسالب؟ ما انا فارض اساسا الدايركشنز بتاعتي بالمنظر دوت ان هو ده البلس. طيب انا فرضت ان الديسبيسمنت بالمنظر ده اللي فوق وهنا رايح يمين، طيب الحمل اساسا بالمنظر ده، طبيعة الحال النقطة دي هتروح فين؟ هتوصل لهنا. طيب والنقطة ديت طبيعي هتنزل فين؟ هتنزل هنا، والنقطة دي ثابتة يعني الاقي الشكل بقى عامل كده وعامل كده، وعامل المنظر ده كده، وده الأحمر ده يفضل زي ما هو أهو، ده يفضل زي ما هو كده، وده زي ما هو كده، اصبح ده المنظر بتاعي بتاع التراس. يبقى فعلا كده الديفليكشنز اللي انا طلعتها اشارتها منطقيه، تمام كلام كويس. طيب يا ترى انا ملاحظ كده ان ده ضغط بالمنظر ده والسهم بتاعه كده، طبيعي عشان الاتزان ال20 دي داخله، فطبيعي ان لازم الفرصه تبقى عكسها في الدايركشن، ونفس القصه هنا، كلام كويس قوي. يبقى اذا انت بس مطلوب من سعادتك ان انت تتأكد هتعرف تعمل ديت ولا لأ، لو عرفت تعملها اوكي، معرفتش تعملها اكتبلي في التعليقات ودي ممكن اعملها لكم مرة تانية بالتفصيل. وكده بنهاية الفيديو نكون وصلنا للنهاية الحمد لله، طلعنا الديسبليسمنت، طلعنا الرياكشنز، طلعنا النورمال فورس. لو في اي استفسار او اي ملاحظات الشباب يكتبوها في الكومنتس، وربنا يكرمكم يا رب، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم.